حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن ما حققناه من مكاسب على درب طي هذا الملف وما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية كان بفضل تضامن جميع المغاربة وتضافر جهودهم في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية. ولا يفوتنا هنا أن نشيد بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية ومختلف المؤسسات المانية وكل القوى الحية وجميع المغاربة الأحرار داخل الوطن وخارجه. في الدفاع وخارجه بالدفاع عن الحقوق المشروعة وطنهم والتصدي لمناورة الأعداء. كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لأبنائنا في الصحراء على ولائهم الدائم لوطنهم وعلى تشبثهم بمقدسات الدينية والوطنية وتضحياتهم في سبيل الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها.